رماة العالم بملاعب العاصمة الإدارية الجديدة في بطولة الجائزة الكبرى للأطباق المروحية على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عدد الدول المشاركة 15 دولة بإجمالي عدد 350 رامي ورامية، وده طبعا في ظل جائحة كورونا ده رقم كبير جدا في المشاركة. هم يعلموا أن مصر أنشأت أكبر ميدان من ميادين العالم، وكانت لم تكن لهم مفاجأة يعني، وبالتالي كان وجود هذا المظهر هو مظهر أقول مشرف. تشمل بطولة العالم للرماية للأطباق المروحية بطولة الجائزة الكبرى وبطولة إفريقيا وختام منافسات بطولة العالم. وكل واحد عنده يا إما ثلاث محاولات يا إما محاولتين على حسب الرولز اللي محطوطة بالنسبة للبطولة. النهاردة في من خمس ميادين ثلاث محاولات في كل ميدان، يعني 15 طبق. الطبق بيطلع راندم، محدش بيبقى عارف الطبق طالع منين، ممكن يطلع من علبة واحد لحد خمسة أي واحد فيهم. كل حاجة هم عاملين حسابها من أول يوم، وكنا بنتمرن هنا وعملنا كذا زي بطولة صغيرة عشان نشوف إيه اللي كان ناقص أو إيه اللي كان مطلوب يتعمل. حاجة حلوة صراحة، مشرفة لمصر إنها تستضيف بطولة زي كده أفريقيا وعالم في نفس الوقت. يعني مفيش ميدان رماية في العالم موجود فيه 10 ميادين رماية ولا بالاستعدادات ولا بالكفاءة ولا بالاستراحات ولا بالقدرة اللي موجودة ديت، فده شيء عظيم جدا. على مساحة 450 فدانا وبقوة 10 ملاعب تم تجهيزها على أعلى مستوى، ترى الأطباق المروحية تتطاير وتسمع طلقات الخرطوش تخرج من البنادق. تواصل مصر إبهار العالم مجدداً باستقبال بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي تقام لأول مرة داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذا الصرح العظيم الذي يعد من أكبر المنشآت الرياضية على مستوى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن أكبر ميادين الرماية على مستوى العالم. من مصر ياسمين جبريل.